أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون الجهوية. عقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بموضوع مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية خوان مانديز اليوم الاثنين بالعيون، عقد لقاء مع والي جهة العيون بوجدورة ساقية الحمراء السيد الخليل الدخيل وعدد من ممثلي الفعاليات المجتمع المدني المحلي. هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد خوان مانديز للمغرب ما بين 15 و22 شتنبر بدعوة من الحكومة المغربية بغرض الوقوف على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان. في المتابعة محمد مصطفى خيا ومحمد مولود من لا يخاف. مباحثة والي جهة العيون بجدورة ساقية الحمراء مع المقرر الأممي الخاص لمناهضة تعذيب السيد خوان مانديز تركزت حول المجهودات الهامة التي بذلتها المملكة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب على الصعيد الوطني. مناسبة تم خلالها التأكيد على التطور الهام الذي عرفته مختلف المؤسسات السجنية على الصعيد الوطني بما فيها السجن المحلي بالعيون على كافة الأصعدة. وعشية هذا اليوم تواصلت هذه اللقاءات التواصلية للمقرر الأممي الخاص لمناهضة التعذيب بلقاء عدد من ممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق الإنسان محليا وكذا عدد من ضحايا التعذيب بسجون جبهة البوليساريو. هؤلاء أطلعوا المقرر الأممي الخاص لمناهضة التعذيب على حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف ومستوى التعذيب الذي تعرضوا له هناك. ركزت فيها لمعاناتي وعلى حالتي الخاصة من دون حالات الأعضاء الآخرين، واللي هي سجني في البوليساريو فوق التراب الجزائري، مطالبتي بفتح تحقيق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموجودة، وطالبت باعتباره على أنه مكلف بالتعذيب باش يحاول مع الجزائريين باش يعترفوا لنا معاناتنا. كيف اعترف المغرب بمعاناة اللي مسجونين عنده؟ بل طالبنا حتى بالتعويض. وضحنا له مجموعة من الأمور بأساسا مرتبطة برفع اللبس على مجموعة من القضايا اللي مرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان، وخصوصا حالات تعذيب أو مزاعم أو إدعاءات بوجود حالات تعذيب، وهذه يعطينا توضيحات أساسية في إطار شفاف وواضح يحترم مبادئ وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. إلى حد الساعة المبعوثين الأممين ما زالوا يتجاهلوا الضحايا ديال جبهة البوليساريو، وهذا ما هو اللعب، وهذا خطير وشين، ونحن عن القريب العاجل اللي نقوم بحملة على المستوى الدولي في هذا الاتجاه من أجل التوضيح على أنه استغلال حقوق الإنسان في الجانب الآخر من أجل تقوية الانفصال هذه جريمة تعتبر سياسية. قررنا باش نديروا هاد القاعة ديال الزيارة اللي كذا فيها معايير كتليق بحقوق الإنسان، زائد كاين واحد البيفيت دونك اللي جلس مع العائلة ديالو حتى هو تيضموندي على أساس راه جالس بعدا كيتنفس على نفسه وحتى العائلة ديالو كتمشي مرتاحة، زائد الخلوة الشرعية. بالنسبة كاين اللي عنده مداد طويلة في السجن، يعني هذا ما كيمنعش باش يلتقي مع الزوجة ديالو، لهذا باش ما كيبقاش هذاك الترابط العائلي، لهذا دايرين حتى في بروجي الخلوة الشرعية. انطلقت زيارة المقرر الأممي الخاص لمناهضة التعذيب السيد خوان مانديز المغرب منذ يومين وستستمر لغاية 22 من هذا الشهر، وتأتي بدعوة من الحكومة للوقوف على المجهودات المبذولة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وستشمل هذه الزيارة مدنا أخرى إلى جانب مدينة العيون التي سيشرف بها يوم الغد على أنشطة أخرى متنوعة. وفي هذا الإطار والتزاما من الحكومة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي رفعت لجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 والتي نصت في مقرراتها التحكيمية التي يحملها المعنيون على الإدماج الاجتماعي لبعض الحالات من ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي شهدها المغرب في الماضي، أصدر رئيس الحكومة السيد عبد الله بن كيران قرارين يتعلقان بإدماج 17 حالة بوزارة العدل والحريات و46 حالة ضمن أسلاك الجماعات الترابية. ووضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذين القرارين يستندان إلى توصيات هيئة المصالحة والإنصاف والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الضرر لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، حيث تواكب اللجنة المشتركة التي تشكل إلى جانب رئاسة
رئاسة الحكومة تتشكل إلى جانب رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعمل منذ مدة على إدماج الضحايا السابقين بجميع مناطق المغرب. في شأن الحقوقي، التقت الحقوقيتان الأمريكيتان كاترين بورتر ونانسي هوف بالداخل بعدد من مسؤولي الجهة وممثل النسيج الجمعوي وعدد من العائدين إلى أرض الوطن في لقاءين متفرقين. اللقاءان تم خلالهما التطرق إلى عدد من المواضيع المهمة التي تعنى بحقوق الإنسان ومدى التطور الحاصل في هذا الجانب على مستوى الأقاليم الجنوبية. المزيد حول هذا الموضوع مع محمد تروزي ومحمد يد. المكان مقر إقامة والي جهة وادي الذهب القويرة، والحضور عدد من مسؤولي الجهة وضيوف الشرف نانسي هوف وكاثرين بورتر النشطتان في مجال حقوق الإنسان. تحدث عدد ممن حضر اللقاء ولامسوا ما اعتبروه الخروقات الفاضحة في مجال حقوق الإنسان على الأرض الجزائرية بمخيمة تندوف، وتحدث البعض الآخر عن التطور الحاصل بالأقاليم الجنوبية في كافة المجالات التنموية وصولا إلى ترسانة الحقوقية. كان التطرق لعدة يعني قضايا، من القضايا اجتماعية والحقوقية والسياسية بصفة عامة مع المنطقة. تم عدة تدخلات، واللي ما يخص الجانب الحقوقي تطرقنا يعني للتطور اللي تعرف هذه المنطقة في هذا الجانب، والعمل اللي متواصل من أجل يعني الرفع بهذا الملف. المهم من هذه المنظمات هو أنها توصل الفكر ولا الواقع اللي عايشين احنا هم، وتوصل فكرتنا للخارج، وهذه كنا طامعينها في هذا، وكنا طامعينها في كندي، ولكن للاسف ذيك راهي خيبتنا الامل، وهذه قلنا لها جميع في جميع الميادين، الواقع اللي خالف جميع الميادين، لا جام الحقوقي لا الاجتماعي لا الاقتصادي، والحقوقي ما نقول راهي حقوق الاجتماعيه السياسيه والاقتصاديه. وإلى مكان آخر انتقلت الحقوقيتان وانتقل الحديث والحوار إلى عدد من ممثلي النسيج الجمعوي والعائدين إلى أرض الوطن بمقر دار الضيافة. وهنا أخذت ضيفة الدخل صورة أوضح عن الأوضاع المزرية بالمخيمات ومدى التشتت والشتات الذي تعيشه الأسر الصحراوية في انتظار حل قضية قاربت في عمرها 4 عقود من الزمن. لقد جئت إلى هنا منذ 2 سنين، وأنا جد منبهرة لمستوى التطور والنمو لصالح ساكنة هذه المنطقة. إنها بالفعل جهود جبارة تستحق التنويه، وخلال زيارتي لم أرى أي مشكل يخص جانب حقوق الإنسان هنا، بل على العكس الأجواء جد جيدة والناس منهمكون في تطوير بلدهم وإدماج من كان يعاني في مخيمات تندوف. Projected on them during their time in the camps. As far as human rights, I think Morocco should focus on security. لقد تناولنا مواضيع متعلقة بواقع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف مقابل الوضعية الإيجابية التي تعيشها المنطقة من النواحي الاقتصادية الثقافية والاجتماعية. لقد عايشت التطور الحاصل في مختلف المدن التي زرتها، وأظن أن مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء كفيلة بإنهاء هذا المشكل الذي عمر طويلا. وفي وقت سابق وفي جولة بعدد من المواقع السياحية البحرية اطلعت الحقوقية على المؤهلات البحرية الطبيعية التي تزخر بهذه المنطقة، مؤهلات تجعل من جهة وادي ذهب القويرة وجهة مميزة وفريدة لعشاق البحر والصحراء. بقليميم جرت اليوم عملية تجديد أعضاء مكتب مجلس جهة قليميم السمارة لفترة انتدابية جديدة، وذلك خلال دورة استثنائية للمجلس. عملية أفرزت حصول سيد محمد الحبيب نزوم على منصب رئيس مكتب مجلس الجهة خلفا للسيد عمر بعيدة. تفاصيل أوفى مع الحافظ محضار ومحمد فاضل عبيدة. في ظروف عادية جرت عملية تصويت من أجل تجديد هياكل مكتب مجلس جهة قليميم السمارة بعد فرز الأصوات يعلن اسم السيد محمد الحبيب نزوم رئيسا جديدا لمجلس جهة قليميم السمارة كمرشح وحيد لهذا المنصب. الرئيس الجديد الذي ينتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاز على إجماع المصوتين ليخلف بذلك السيد عمر بعيدة الذي شغل هذا المنصب لخمس فترات انتخابية متتالية. نشكر كل أعضاء اللي جدوا وداروا الثقة فيا
وصوتوا بإجماع، ونتمنى أن نكون على فعل خير إن شاء الله وفي المستوى اللي كيطمحوا له تطمح له هذه الجهة، اللي نتمنى لها كل خير وازدهار وتقدم. عملية تصويت حسمت كذلك في تركيبة أعضاء المكتب من نواب للرئيس ومقرر الميزانية وكاتب المجلس وباقي الأجهزة المساعدة. تميز انتخابات جهة الميم السمارة بنوع تجديد المكتب هذا ثلث عمان هذه التالية بنوع الشفافية والنزاهة وفي جو ديمقراطي ونزيه. عرف انتخاب طاقة شابة طاقة جديدة التي إن شاء الله ستقوم بدفعة قوية للتنمية في الجهوية إن شاء الله. انتخابات شفافة على أحسن ما يرام، وكنشكر السادة الأعضاء اللي وضعوا في نتيقتهم باش نمثلوهم ومثلوا ساكن جهة قليم السمارة. قيادة جديدة لمجلس جهة قليم السمارة يعول عليها لرفع تحديات تنموية كبيرة تستجيب لتطلعات ساكنة خمسة أقاليم. وقد أفرزت عملية تجديد مجلس جهة قليمي مسمارة عن النتائج التالية: الرئيس محمد الحبيب نازوم عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، النائب الأول عبد الوهاب اللفقي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، النائب الثاني سالك بولون عن حزب الاستقلال، النائب الثالث مولاي الحماد عزات عن حزب التقدم والاشتراكية، النائب الرابع مبارك قاسم عن حزب الاستقلال، النائب الخامس أحمد بوزحاي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المقرر العام للميزانية مبارك نفاوي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نائب مقرر الميزانية مولود مناض عن حزب الحركة الشعبية، كاتب المجلس محمد بحنيني عن الحزب الإصلاح والتنمية، نائب كاتب المجلس المهدي حنان لا منتمي. وفيما يخص السيرة الذاتية لرئيس جهة قليميم أسمارة محمد الحبيب نازوم، تاريخ ومكان الازدياد 11/1972 بجماعة القصابي بقليميم، الحالة العائلية متزوج وأب لابنتين، المهنة رجل أعمال، المستوى الدراسي دبلوم التجارة الدولية من المعهد الهولندي، الانتماء السياسي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهام السياسية النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي لقليميم وعضو مستشار بمجلس جهة قليميم السمارة منذ شتنبر 2009. في موضوع آخر، اختتمت مساء يوم أمس فعالية الدورة الثامنة لمهرجان الشبيكة. حفل الاختتام شهد توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات، إضافة إلى تكريم عدد من الأعلام البارزة في المنطقة. وللجهة رفقة عامل إقليم طنطان وعامل إقليم السمارة أشرفوا على حفل الاختتام. في المتابعة عياد سرسية ومحمد مشنان. تميزت دورة هذه السنة باستضافة جزر الكناري كضيف شرف، حيث حضر ما يناهز 50 مسؤولا يضم ممثلين لقطاعات حكومية ورجال أعمال، زيارة شكلت فرصة لاكتشاف مؤهلات الجهة. حفل الاختتام تخللته سهرات فنية أحيتها مجموعات غنائية محلية وأخرى من الشقيقة موريتانيا. يشرفني بأني نشارك لأول مرة في بلاد المغرب في مهرجان شبيكة، وما شاء الله الجمهور راقي وتجاوب معايا وغنيت مرتاح، ما لقيت حتى شي صعوبه. بالنسبه لي الاول مره نغني في مهرجان في المغرب. المشاركه مثلا طبيعيه في المغرب، ديانا فنا موريتانيا ديما يجيو يشارك مهرجانات المغرب بلد الثاني الحقيقه، ومشاركه نقولها جيده، ومهرجان في المستوى هما اللي والو في المستوى الناس اللي عليه مضبوطة. تفاعل الجمهور تفاعل ما شاء الله ما شاء الله. وانا فنانة المغرب نقول لي مع موريتان فنانة المغرب البلد الثاني. الأمسية الختامية شهدت أيضا تكريم عدد من الوجوه والشخصيات التي ساهمت في إغناء المشهد السياسي والثقافي بالجهة، كما تم تكريم الفائزين في سباق الهجن، وكذا توزيع الجوائز على الفائزين في الدور الخاص برياضة الرماية. جينا شاركنا في هذا السباق اللي الحمد لله توفقنا فيه بالفوز بالرتبة الأولى. جينا مجي
من واجبنا كاملين نتم نعدلوه به اللي هذا اللي نلوجوا له هو رفع ايقاع سباقات الهجن في منطقه ذي المنطقه اللي احنا متواجدين فيها. انا ابن احد المكرمين الليله في هذا المهرجان المنظم بجماعه الشبيكه اقليم طنطان لاني ابن المرحوم محمد الخر. هذا البطل اللي غني عن التعريف فيما قدمه من تضحيات من اجل هذا الوطن الموحد من طنجة الى القويرة. وهذه دائما مشاركتي ونشارك فيه من اجل النهوض بهذا التراث ومن اجل الحفاظ على هذا التراث ومن اجل الحفاظ على هيئة الحياة التقليدية ومن اجل الحفاظ على هذا الكرم وعلى هذا الدين الحنيف وعلى هذه التقاليد العربية المحضة. حفل اختتام النسخة الثامنة لمهرجان شبيكة عرف تلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى جلالة الملك، نسخة يأمل المسؤولون أن تشكل نقلة حقيقية لتنمية مندمجة. رياضيا، نظمت جمعية نادي النخبة للرماية بسلاح الصيد بتنسيق مع جماعة شبيكة القروية عشية يوم أمس دوري المرحوم الحاج محمد بركة الرابع لرماية القوس. روبورتاج عياد سرتي ومحمد مشنان. رماية القرص رياضة تتركز حول التسديد نحو هدف متحرك بواسطة سلاح الصيد، تعتمد على مجموعة خصال يجب أن تتوفر في الممارس منها قوة التركيز والتحكم في النفس. جمعية النخبة للرماية نظمت هذا الدوري في نسخته الرابعة وتهدف إلى تسليط الضوء على هذه الرياضة. فن الرماية هو فن ورياضة كيعتمد على واحد النوع ديال التركيز، واحد النوع ديال الفن، واحد النوع ديال الموهبه، يعني عده مسائل خصها تكون في 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 الرامي اللي غادي يطلق القرطاسه باش يضرب البلاطو، كيخص يكون عنده هذه المسائل شويه مجموعه فيه. وهي بالنسبه للعاوتاني خص واحد النوع ديال الخبره، واحد النوع ديال التجربه. نظمت نادي النخبه للرمايه بسلاح الصيد دوري الحاج المرحوم مبركة محمد بالتوازي مع النسخه الرابعه بالتوازي مع مهرجان الشبيكه في نسخته الثامنه. وعرف عرف الدوري مشاركه اسماء جديده. رماية القرص بسلاح الصيد رياضة باتت تجد لها مكانا في المنطقة نظرا لما توفره من اجواء للتخفيف من عبء العمل اليومي وللترويح عن النفس. حزبيا، ببوزنيقة نظمت الشبيبة الحركية لقاء تواصليا لفائدة الشباب لمناقشة تحديات المرحلة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. اللقاء عرف مشاركة مكثفة من شباب من الأقاليم الجنوبية. وتفاصيل رفقة سلك رحال. قضايا الشباب الآنية والمستقبلية وسبل تطوير مشاركة الشباب في اتخاذ القرار كانت من بين أهم المحاور التي أثثت اللقاءات التواصلية التي نظمتها الشبيبة الحركية. لقاء عرف مشاركة مكثفة من شباب من الأقاليم الجنوبية للمملكة. كأبناء الأقاليم الجنوبية وكالجهات الثلاثة للأقاليم الجنوبية اليوم مشاركة قوية، مشاركة مكثفة، رسالة واضحة بأن الشباب الأقاليم الجنوبية اليوم متوجه للأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية السياسية. الشبيبة الحركية اليوم بالأقاليم الصحراوية تشارك بقوة في الملتقى الأول اللي تحت شعار الشباب والتحديات المرحلة، مجموعة من الورشات، هناك لقاءات مفتوحة مع السادة الوزراء. نريد أن شباب الأقاليم الجنوبية يعود يتوجه للأحزاب السياسية ويعود عنده المشاركة، واللي عنده أي طلب يعود من داخل هذه المؤسسات من داخل الأحزاب، ومن هنا كندعوهم باش أنهم يعودوا واجدين بكثافة لا في الأحزاب السياسية ولا في الشبيبات الموازية. اللقاء سيعرف أيضا تنظيم ندوة حول قضية الصحراء وتحديات المرحلة من تنشيط الأستاذ الجامعي رحال ببريك، لتتوج أيام من الأنشطة والندوات المهمة للرفع من أداء الشباب على المستويين المحلي والوطني. ترى
تربويا وفي إطار برامج الدعم الاجتماعي لفائدة المتمدرسين بسمارة وبرسم الدخول المدرسي الجديد، نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الكتابة العامة لعمالة إقليم سمارة نظمت لقاء تواصليا وزعت خلاله محافظ ولوازم مدرسية لفائدة أبناء الموظفين وأعوان الكتابة العامة. المزيد رفقة العلي حميميد ومبارك الباز. في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى أنشطة الجمعية وتزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، سطر هذا اللقاء الذي يروم من خلاله المنضوون تحسيس وتعبئة الأباء بأهمية مواكبة الأبناء طيلة مشوارهم الدراسي. أزيد من 250 مستفيدا شملتهم عملية توزيع المحافظ واللوازم الدراسية. يدخل هذا النشاط في إطار برنامج آني ومتوسط وبعيد المدى. الغاية من ذلك هو اللقاء التواصلي اللي يجمع جمعية الأعمال الاجتماعية والمنخرطين وأبنائهم في ظل سياسة ستعمل الجمعية إن شاء الله على برورتها على أرض الواقع من خلال تشخيص الحقيقي للضعف، مماكن القوة والضعف لدى التلميذ داخل المؤسسات. والحمد لله هذه مبادرة طيبة، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي. الأبناء كاملين يستافدوا، بالنسبة للمنخرطين كاملين الحمد لله، وجا في هذا الموسم الدراسي اللهم لك الحمد بعد مبادرة زينة اللهم لك الحمد. أنا فرحانة بزاف بهذا الشيء اللي عطاونا هاد الناس اللوازم المدرسية في أول السنة. مبادرة استحسنها الفئة المستهدفة هذا، وقد تم تخصيص جوائز قيمة لفائدة المتفوقين دراسيا مع متم الموسم الدراسي الجاري من أبناء منخرط الجمعية. وفي ميل آخر مسجدات الأقاليم الجنوبية، في تقرير للزميل غالي القرحي من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، لنتابع. نسأل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية أخبار اليوم المغربية التي كتبت في صفحتها الثالثة إثر الزيارة المتوقعة للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول تعذيب خوان مانديز لمخيمة تندوف. وجهت الجبهة الشعبية خط شهيد المعارضة لزعيم البوليساريو محمد عبد العزيز رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة تطالبه من خلالها بلقائه من أجل إطلاعه على ما تعرض له الصحراويون المعارضون لقيادة الجبهة من تنكيل وتعذيب داخل مخيمات تندوف. وكشفت أخبار اليوم المغربية بأن خط شهيد أوضح في رسالته بأن العديد منهم كانوا ضحايا للسجون السرية والتعذيب الرهيب لقيادة البوليساريو. الرسالة نددت أيضا بالأسلوب الذي نهجته مؤسسة كينيدي داخل المخيمات لما أقصت رأي خط الشهيد في تقريرها، كما وصفت الرسالة هاته زعيم الجبهة محمد عبد العزيز بالديكتاتور. يومية الأحداث المغربية تطلعنا في عددها الصادر يوم غدنا الثلاثاء بأن لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي حلت بمدينة العيون للقيام بزيارة ميدانية لمنائها تندرج في إطار تثمين المنتوج البحري. وأضافت الأحداث المغربية التي نقلت الخبر في صفحتها الخامسة بأن هذه اللجنة ستقف على البنية التحتية للميناء وباقي المصالح المرتبطة بالقطاع بما فيها بعض المعامل الخاصة بالتصبير والتجميد مع مراقبة وتتبع المراحل التي يمر منها المنتوج البحري. يومية الصباح تطلعنا في صفحتها الأولى من عدد يوم غدنا الثلاثاء بركن أخبار الصباح بأن مهنيون بميناء الصيد البحري بالعيون عبروا عن استيائهم من قرارات مندوبية الصيد البحري بالمدينة التي منعت يومه الاثنين 6 بواخر للصيد البحري من بيع منتوجها المصطاد منذ يوم السبت الماضي. ومن الملحق الرياضي ليومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدنا الثلاثاء، وجاء فيه بأن يوم الأربعاء ستستأنف منافسات القسم الثاني من البطولة الوطنية لكرة القدم بإجراء المباراتين المؤجلتين برسم الدورة الأولى والتي تجمع شباب المسيلة بالكوكب المراكشي، فيما يحل شباب قصبة تادلة ضيفا على اتحاد أتمالة. وذكرت المساء بأن المباراة ستكون قمة القسم الثاني وستشد لها الأنظار، وستجري هذه المقابلة بمدينة العيون. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة خناثم محمود عن سن تناهز 60 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة توسا أيتي الدر. تغمض الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نختم هذه النشرة بورقة أحوال الطقس المرتقبة ليوم غد الثلاثاء، حيث ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية على العموم. الرياح ستهب ضعيفة لأحيان معتدلة من القطاع الشمالي. درجة الحرارة العليا ستعرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بالبارحة. فيما يخص درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بجليميم و25 درجة بأوسرد، بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 38 درجة بالزاك، بكرع، مدريقة وقلت الزمور، و24 درجة بالداخلة وسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج من الرباط إلى نواكشوط. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و42 دقيقة، وغروب على الساعة 7 مساء و49 دقيقة. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 24 درجة بالرباط، 29 درجة بنواكشوط، 28 درجة بباماكو، 27 درجة بنواديبو، 41 درجة بزويرات والربوني، 42 درجة بتودني، 34 درجة بكي هيدي، و39 درجة بتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتتم متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت snrtv.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون الجهوية وإذاعتي العيون والداخلة الجهويتين من خلال موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوكاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون الجهوية من الأبل ستور وجوجل بلاي. تلتقونا غدا على الساعة 4:15 مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.